بداية طال عمرك، بالأمس كان معهد البحرين للتدريب منارة ومقصدا لآلاف الشباب البحريني لأجل تعلم الكثير من المهن الحرفية والتدريب بطريقة عملية ومثالية. كان المعهد يزود قطاع المقاولات الكبير بأمهر الحرفيين البحرينيين، أما اليوم للأسف أهمل بشكل لافت حتى قلصت مستويات التعليم والتدريب فيه لحدود الدنيا. فقامت الوزارة في الأعوام الأخيرة بتدوير المعلمين بطريقة عشوائية وإهمال ترقيتهم أو حتى تثبيتهم بالكادر المطلوب، وعدم طرح برامج مطورة وعملية في مجالات شتى من أهمها قطاع المقاولات والمهن المختصة به. حتى رأينا مؤخرا أن المعهد بدأ يتخلف حسب الكثيرين في هذا المجال، فأصبح أقل براعة وعطاء من أي معهد عادي مع الأسف الشديد. في سؤالي المقدم لسعادة وزير التربية والتعليم، ذكروا في الرد جهود الوزارة مع ديوان الخدمة المدنية بشأن الموظفين والخطة المرسومة بشأن موظفي المعهد الذين تم إلقاء وظائفهم من الهيكل. أنا بس أستغرب طال عمرك، أي جهود اللي تتكلم عنها الوزارة؟ إذا راح الوزارة كل شوي ترفع لنا حق شركة تعيد لنا هيكلة تنظيمها الجديد، واللي هي عجزت عن هاي الشيء. أغلب موظفين معهد البحرين للتدريب المنقولين تحديدا، بعض الغير منقولين ممن تم تسكينهم مؤخرا بالمدارس، تم تسكينهم في قبر وظيفي بسبب أن وزارة التربية والتعليم تعمدت تسكينهم بوظائف تتطلب مؤهلات أقل مما يمتلكون، ويكفي لذلك أن راتبهم يطابق حدود الحد الأقصى لراتب الوظيفة التي تم تسكينهم عليها. النتيجة راح تكون وصول راتب الموظف خلال فترة بسيطة بمربوط راتب الوظيفة التي هي أقل شأنا من مؤهلاته وخبراته. هنتكلم عن مثال فني معلومات أول، هذه المؤهل المطلوب لثانوية عامة، فتم تسكين أغلب الموظفين فيه واللي كانوا من حملة الدبلوم، بينما وضعهم الفعلي كان انهم بوظيفه منسق خدمات اداريه والبكالوريوس كان عندهم برئيس قسم ماليه واداريه. موظفي معهد البحرين للتدريب المنقولين بالمدارس بالذات كان يفترض تسكينهم بحسب المؤهلات بكل بساطه. مثلا الثانويه العامه يكون فني معلومات او فني معلومات اول، الدبلوم منسق خدمات اداريه والبكالوريوس رئيس خدمات ماليه واداريه. هذه وظائفهم كانت الفعليه في المعهد. ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن وزارة التربية والتعليم ندبت 50 معلمة لممارسة وظائف إدارية مختلفة في الوزارة، أغلبها في الإدارات الخدمية كإدارة الموارد البشرية وإدارة الخدمات وإدارة نظم المعلومات، وهو ما يتنافى مع ضوابط تعيين ونقل وترقية المعلمين، ولا سيما أن أوصافهم الوظيفية لا تنص على ممارسة مثل هذه الوظائف. في أحد ردود الوزارة على هاي المشكلة، مشكلة طال عمرك أنها أصلا هذه المشكلة صار لها 3 مجالس تتكلم عنها. في أحد ردود الوزارة على هذه المشكلة سابقا، تم نقل مجموعة من موظفي المعهد للعمل في مدارس الوزارة لتحقيق المصلحة العامة وسد حاجات المدارس في بعض الوظائف والتخصصات التي تتطلب الدعم، ونظرا للاختلاف التام بين الهيكل التنظيمي القديم لمعهد البحرين للتدريب والهياكل التنظيمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم من حيث المسميات الوظيفية والدرجات المعتمدة لها والعلاوات العامة والخاصة وجداول الرواتب المعتمدة لها، فقد تطلب الأمر كثيرا من الوقت والجهد لضبط هذه العملية، ومن ثم دراسة كل حالة من حالات موظفي المعهد المنقولين إلى المدارس على حدة لاستكمال إجراءات ضمهم إلى نظام الخدمة المدنية، ومن ثم تسكينهم على الوظائف المناسبة في المدارس بحسب النظام. وهذا ما تتعاون من أجله الوزارة وديوان الخدمة المدنية حاليا من أجل استكماله.